بسم الله الرحمن الرحيم. حنفتح حالياً كرتونة الـ ECM سينكرونيكا، ماكينة القهوة اللي تعتبر احترافية بالنسبة لماكينات القهوة المنزلية. ومعنا هون الـ EC اللي هي اليوريكا أتوم 60. هاي المطحنة كمان تعتبر من المطاحن متوسطة المستوى، لأنه في بعدها الأتوم 65 والـ 70 والـ 75 أعتقد. فهذه تعتبر يعني من ماكينات الطحن المتوسطه او المطاحن المتوسطه. طبعا اخذت الاثنين من موقع ايكويب، طلبته تقريبا من تاريخ 28/6 بالضبط، وصلني اليوم اللي هو تاريخ 1/7. يعني بالنسبه لي التجربه كانت كتعامل معهم، قدمت طلب على الموقع وصار يجيني ايميلات انه الاوردر كونفيرم، الاوردر ان بروسيس، الى ان اتصلوا فيني وقالوا لي الاوردر حيوصل كذا. طبعا بتحط معلوماتك وخريطه المكان وكذا واتصلك طبيعي. الشيء اللي بدي اتاكد منه عده اشياء، طبعا اللي كان ما مكتوب بالموقع كان لازم استفسر وما استفسرت، كان لازم اعرفه قبل ما اشتري. ولكن انا توقعت انه يكون يعني ما يكون القديم اللي هو موديل الماكينه، ما يبين معنا إلا من الداخل أعتقد. من برا أنا حاولت أقرأ، بسم الله نبدأ. حاطين البيانات طبعا هون، معلش أقرب مشكلة، حاطين هذا البيانات هون عندي أنا. أول ما أجت في عنا اثنين سيلينج، في واحد الداخلي اللي هو مكتوب عليه اسم الشركة، ما بعرف صور هدول يعني هيك أول ما أجت بالضبط هيك كانت من هون ومن الطرف الآخر. طبعاً ماكينة تقيلة تقريباً وزنها 30 كيلو على حد علمي، أو تقريباً يعني 30 كيلو. نبدأ نفتح. اللي بدي أحكيه أنه من سنتين أنا دخلت في موضوع القهوة، وبدأت في مع ماكينة الديلونجي ديديكا 685 تقريباً اسمها. هي اللي علمتني يعني الاساسيات، وبديت ادخل واتفرج على اليوتيوب، وكثير ناس ما شاء الله في باليوتيوب موجودين بيعلموك الاساسيات والاشياء هي. طبعا ما وصلت انا الى الاستخلاص المثالي بماكينه الديديكا، كان لازم لانه غير المطحنه او غير الطحنه او عدل على الماكينه، فما كان عندي الجراه اني اقعد اغير والعب بالمطحنه. فبعد سنتين وتجارب وروحات وجيات مقاهي ومحامص والأمور هذه، ونسأل ناس ونتأكد، وشفت فيديوهات على اليوتيوب كثيرة جدا عن موضوع ماكينات القهوة. أنا ما لي حابب أنزع الكرتونة والباكجينج، بس هي ملزقة تلزيق رهيب. فبعد ما درست الموضوع أنه هل نروح على ماكينة متوسطة مثل مثلا الروكيت أبارتمنتو، في ماكينة تانية من اسمها من الاي سي ام كمان ما لها دول، اللي هي اللي بيكون فيها غلايتين جوا او اللي بسموها بويلر، دول بويلر. فقلت انا هل انه جيب من الاخر، يعني جيب الدول بويلر اللي هي اللي تعتبر احترافية تقريبا بالنسبة للمنازل طبعا، وخلص من الاخر، من يعني بدل ما انه جيب مثلا الابارتمنتو وبعدين ارجع بعدين يصير بدي اجيب اللي هي الاحسن. ففكرت بالموضوع بشكل مطول، اخر شيء قررت انه لازم نجيب اللي هي الاي سي ام سينكرونيكا. طبعا في البروفيتك 700 وفي الروكيت 85 اعتقد اسمها. بعد البحث والكذا هذنك البويلر 7 نحاسي، طبعا في ناس مع النحاسي وفي ناس مع الستانلس ستيل. الستانلس ستيل بيقولوا انه ما بده ديسكيلينج او اللي هي عمليه التنظيف، ما كثير بيجمع ترسبات مثل النحاس، بيقولوا النحاس بيجمع ترسبات. ففي كثير اختلافات بالموضوع هذا، وكل واحد يعني بالنهايه بيقرر الشيء اللي بيناسبه. هي عندنا هلا اللي هي الملحقات اللي بتجي مع الماكينه. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله. ما بعرف وين نفتحها. هاي اكيد اللي شايف اللي عم تشوف حاليا فيديوهات، مليان فيديوهات على اليوتيوب احاكي عن هذا الموضوع بشكل سريع، التغذيه المباشره من المي اللي بنحط على البولتا فلتر اللي هو الفلتر الاعمى هذا، بيستخدموه للتنظيف، بيحطوا فيه ماده التنظيف بيحطوه بالبورتا فلتر بيسكر تفتح ف بتنظف الجروب هيد، هذا لرفع الكوب على
سطح هاي الكبيرة اللي تحت، هاي تستخدمها فوق مشان الكاسات الصغيرة مثل كاسات الإسبرسو. الكتيب هاي تستخدم للتصريف تحت. ما شاء الله هدول، يا سلام. وهذا الشيء الواحد يتوقعه من ماكينة احترافية. هذا السنجل شوت، الوزن طبعا واضح جدا ما شاء الله، شيء مرتب. سنجل شوت من طرف واحد، بسم الله. دبل شوت، طبعا عندهم نظام عاملينه بحيث انه اذا حطيته على سطح مستوي يكون هذا وجهه للاعلى مشان يكون سهل موضوع الضغط، موضوع ترتيب البن يعني. عندنا التامبر، هاي من الشركات كل حدا مدح موضوع التامبر، انه شركه حط لك تامبر ما في داعي انك تروح مثلا تشتري منفصل او تشتري واحد هذا، وكمان مرتب ووازن وعليه طبعا شعار الشركه ليسيان. وهي هاي التري، دريب تري ولا نسيت شو بسموها، اللي هي اللي تجمع فيها المي. هاي خلصنا من هاي، نشوف الكرتون الكبير اللي هي الماكينة. قرب، شوف ال مشان حفظ الماكينة بيحطوا مثل فلين حواليها مشان ما تجيك مضروبة أو فيها شيء. الكيس أبيض، شفته بأكثر من مكان كان أسود، ما بعرف إذا أنا ماني متذكر، ممكن مالي عارفان كيف طلع. بسم الله، نمسكها من الجروب هيد. أنا والله ما شاء الله، لا الوزن الوزن وزن. آخ. بسم الله، مثبتة تحت بفلين. بسم الله، هاي بدها تصوير عن كثب. قرب، عود معي. بسم الله، ثباتها رهيب. بسم الله ما شاء الله. حلو، الوصلة نظام البلد هون، جميل جدا. كيس للحفظ من الخدوش والأشياء، ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. احد كل الناس اللي بتشتري هالماكينه، احد اهم الاسباب الرئيسيه اللي بحكي لك انه جمالها وطريقه التصميم وطريقه تحريك عصا التبخير وعصا الماء الساخن، والمكان اللي هو الجيج ضغط الاستخلاص وجيج التبخير. عندك هذا لازم يوصل للتسعة بار، وهذا لازم يوصل للاثنين بار. الماكينه هي فيها ميزه انه اغلب المواكين بتكون 1.5 بار بالنسبه للتبخير، هاي الماكينه عندك 2 بار. الحمد لله كأنه هاي نسخة تعتبر حديثة، لأنه أنا شفت النسخة الأقدم اللي ما فيها الكروم، اللي هي مثل اللي بالعصا الاستخلاص وعصيان التبخير والماء الساخن. طبعا الشركة، اسم الشركة، كل شيء، هذا الأشياء المفروض اللي شايف في ريفيوهات بيعرف، اللي هو التحويل من خزان الداخلي إلى التوصيل الخارجي، وهذا إذا بدك تطفي التبخير. وفي طبعا في الخلف، فبتكون اللي بالخلف من تحت اللي بتحول لك يا اما مياه مباشره يا اما تستخدم من الخزان، ولازم كلهم يكونوا على حسب انت شو هتعمل. اذا هتستخدم من الخزان الداخلي اللي هو هذا، تعال نشوفه. بسم الله بسم الله، هذا الخزان الداخلي. تتاكد انه في حساس جوا تحت، لازم يكون موجه بشكل صحيح. وهي هي الماكينه بشكل عام يعني. الشاصيه طبعا بيقول لك من اجمل الشاصيهات اللي موجوده بالنسبه لماكين اللي في نفس المستوى. الكروم، الجروب هيد، الجروب هيد عندهم في تصميم مختلف عن الجروبات الثانيه. في الفلو كنترول مو موجود بالماكينه، ولكن فيك تستورده مثلا او تطلبه من برا وتركبه على الماكينه، ولكن يعني الى الان انا ما اعتبر نفسي بالاحتراف اللي هو يخليني اني
جيب الفلو كنترول اول شيء الواحد بيجرب الاساسي بعدين بيطلع الى ما هو افضل. طبعا هذا بيسخن ففيك تحط الاكواب الامور هي كل حدا بالنسبه للمتابعين والمهتمين بيعرفوها. هاي بالنسبه للمطحنه اليوريكا اتوم 60 دائما بتدور على بالمطحنه بتدور دائما على اللي هي حجم شو بيسموهن اللي هن التروس اللي بتلف اللي بتطحن البن في الاحجام بتبلش تقريبا من 30 35 تطلع لل 40 45 50 60 65 70 75 اظن اللي هو بالنسبه للمطاحن المنزليه اكبر شيء يمكن موجود 75 على حد علمي ما بعرف اذا في اكثر من هيك. فهي 60 فهي جايه بالمستوى المتوسط فينا نحكي. طبعا فيها ميزات كثير اللي هي الصوت وبالنسبه لي مصنوعه بايطاليا بفرنزا فرنزا اللي بيعرف لعبه الاساسن كريد اللي هو ايتسيو اوديتوري دا فرنزا هو من فرنزا. هي بده يكون واحد جيمر مهتم بالموضوع حتى يعرف انا شلون نحكي. المهم انه هي ماكينه معروفه جدا بعالم المطاحن تطحن كل شيء يعني بتعطيك طحنه الاسبريسو بتعطيك طحنه الـ الامور الاخرى اللي هي الدريب والكيميكس والفي 60 والايروبريس يعني الاشياء كلها فرنش بريس. طبعا تغليف ما شاء الله قوي جدا ويعني الباكج كله بشكل عام نظيف يعني ما في اي يعني عيوب من الشحن وكذا ماني ملاحظ اي شيء. في شغلات بسيطة جدا لا تذكر يعني بسم الله بسم الله ما شاء الله. بإذن الله راح شارك تجربتي كاملة عن هالمواكين لأني بالنسبة لي ما لقيت حدا ما بعرف إذا فيه ولكن أنا بحثت في اليوتيوب بحثت في الإنترنت حاولت شوف ناس عندهم سينكرونيكا أسألهم تواصل معاهم كذا في الإمارات ما يعني ما لقيت. بالنسبة لي إذا في حدا شاف الفيديو عنده خبرة وتجربة يشاركني التجربة حكون سعيد جدا أني يعني أعرف تجربته وأنا حشارك تجربتي مع كل حدا مهتم إن شاء الله. هاي خزان القهوة أظن بتسع لنص كيلو على حد علمي ماني متذكر كتيب وقطعة الحامل تبع البورتا فلتر بتتركب على الماكينة. هاي كمان بتحفظ لك يعني بتحطها مشان إذا بدك تطحن كميات بن كبيرة. نحن طبعا حنطحن على حجم الإسبريسو 18 جرام 20 جرام ما راح نطحن كميات كبيرة. هاي بالنسبة للناس اللي حيطحنوا للاستخلاصات الثانية يعني الطرق الثانية غير الإسبريسو. وهاي الماكينة بسم الله بسم الله ما شاء الله أظن الوزن كم كيلو والله نسيت بس كان فوق 3 كيلو على حد علمي هو مكتوب عليها من برا بس ما أعتقد كم كيلو مو مكتوب. تاريخ 4/9/2020 التاريخ. هاي البيانات المكتوبة عفواً هاي البيانات المكتوبة نشوف الماكينة بسم الله الرحمن الرحيم. تغيير الطحنة المكان اللي بينزل فيه البن زر التشغيل ما شاء الله. طبعا هي باللون الاسود هي بتجي بكل بكثير الوان يعني ابيض اسود في الوان مختلفه جدا. شاشه طبعا دبل دوز وسنجل دوز مليان ريفيوهات عنها الاتوم 60 حط في اليوتيوب حتلاقي ريفيوهات بامريكا ريفيوهات بكل يعني الناس المهتمه في موضوع البن. اشكر بالنهايه كل من شاهد الفيديو الواحد تجربة حلوة بالنسبة له الموضوع الاسبريسو واختلاف الاسبريسو كل كوب يختلف عن كوب يعني الناس اللي داخلين ومتخصصين بالموضوع راح يفهموا انا شو عم بحكي يعني بالنسبة يعني حتى لو كان الواحد جاب ماكينة وجاب كل الادوات والامور اللي محتاجها وما كان يعني عنده الفكر او بيعرف كيف يطلع كوب اسبريسو مضبوط لو كان شو ما عنده اغراض ما راح يقدر يوصل للكوب المثالي. فنحن ححاول شارك بهالتجربة يعني مراحل التعليم تبعي لحتى نوصل
استخلاص افضل افضل. بالديلونجي في الفيديو القديم اللي شافوه الناس، أو اول ما اخذت الديلونجي تقريبا حاولت تستخلص ببورتا فلتر مكشوف وطلع تخبيص ويعني عبى المكان وكذا، فكثير ناس نصحوني. وصلت بعد بحث طويل انه الواحد يحسن الاجهزة اللي عنده، ومع تحسين الاجهزة يتعلم. انا حاولت اتعلم، رحت اكثر من مكان، محامص، استشرت ناس، يعني الى ان وصلت انه اللي هو تطوير الاجهزة. وان شاء الله بتشوفوا بتجاربنا القادمة بعد ما نجرب ونتعلم نشوف شلون راح يطلع معنا كوب الاسبريسو بالنهاية. شكرا مرة ثانية لكل من شاهد. اي حدا عنده فكرة، رأي، اي شيء حابب تضيفه عنا في التعليقات حياكم الله. حكون سعيد جدا انه اذا حدا عنده معلومة يفيدنا، او عنده سؤال، او عنده اي شيء بنقدر نفيده فيه. فحيا الله الجميع، وشكرا لكم، الى اللقاء.